اشوف شكلي انا ورفيجتي واليهال شلون شكلنا داخل. شوف هذه رفيجتك اللي سولفتي لي عنها ها؟ اي منى. ما ادري ظنتي مسحور. مش هالخرابيط، شنو مسحور ما مسحور؟ اي ليش هامل مرته وبنته ويركض ورا بنت ابليس؟ على البركه يا سلم. الله يبارك فيك النسيب. الله يوفقك ان شاء الله. القرار عنده، يا انا يا هي. ايش في صوتك؟ تعبان شوي. بدر. دير بالك على نفسك. دير بالك على نفسك بدر. وانتوا بعد ديروا بالكم. جمال لا توترني ترى مو عارف ارد على كلام حلو. لا تقولين شيء اليوم انا اللي بقول. وفي حلوين كذي. Oh.
فيك؟ منى منى هذا منو؟ هذا منو؟ هذا منو؟ هذا منو؟ أنا حاجيك هذا منو؟ هذا منو يما؟ هذا منو؟ وخري وخري يا محمد ساعه الخير حسن كذي الواحد اللي جاب له زين ها يلا حبيبتي يلا بسم الله بسم الله وعوافي يا بعد عمرك شنو انت يا ابني هني عشان تاكلني صمون بأمية يا صمون بأمية تقعدين على صمون بأمية هذا الاكل الصجي هذا اللي يترس البطن اكله المفروض توديني مطعم كشخة استانس في اليوم بالشتي المفروض تستانسين ها وليش انت ناقدة على هالقعدة وناقدة على هالاكل هذا ايش اقول حق اهلي والله ياكلون وي حتى رفيجاتي ايش اقول لهم يا ابني على البحر على اساس بيفاجئني يا ابني صمون ما يهمني انا ما يهمني ولا احد انا واحد من الناس ما حد يهمني اصلا اللي بيتحكى خليه يتحكى انا راضي ان شاء الله حتى لو اقعد وياك بقربوه ما يهمني ما يهمني دامي معاك ان شاء الله بالمريخ باخر المجره باخر العالم ما يهمني باي مكان ما يهمني صمون بأمي صمون بأمي كله حلو دامي معاك والله كليك أنا أكلك أول مرة يا والله يلا يا أخي لا تشتاق بس اسأل علي
الأقل من باب خاطر تجبر رد لي حالا أين منك الاشتياق مضيع عمري أيا بدر النفل يا لجرح سلام سهم الفراق أحيني وصلا فقلبي قد قتل ما شبعت غياب ما حنيت لي ما تحس بشوق أي شيء بيبي في ضيوف يا بونج منو ما ادري يلا يلا الحين جايه يلا تعالي انت كيف الحمد لله شو بدي اقول صدمه كانت ثقيله علينا كلياتنا ما توقعنا بتوجع بس بتعرفي مع الوقت شوي شوي الجرح عم بيقل الوجع عم بيقل الوقت بيمشي كل شيء كتر خير الله منى شلون منى حالتها بتوجع القلب بتكسر الخاطر لا بتسر لا عدو ولا حبيب بعرف إنك حاسة فيها كنت متأكدة من هالشي بتعرفي ليش؟ أول شي قد ما أنت بتحبي بدر هي بتحبه تاني شي والأهم إنه أنتو التنتين كنتوا رفقة كتير وما زلتوا بتحبوا بعض أنت كتير بتحبيها وبتعزيها وهي نفس الشي بتحبك وبتعزك تتمنى إني بهاليوم أقدر أقف معاها وأواسيها بس للأسف اللي كان بيننا وفرقنا راح خلانا معلقين واحنا عدوان ولا احنا حبايب اكيد باذن الله تقي ما بقلبها شيء علي شوفي انا ما حكون معك هلا انه لا نسيت وكل شيء والوضع عادي لا رح اكون معك منطقيه وعقلانيه اللي صار ما له هين منى ما بتكرهك ضايقت منك ايه بس مستحيل تكرهك بتعرفي ليه؟ لأنه اللي بيحب من قلبه مستحيل يكره بيعطل بيزعل بس مستحيل يكره أهم شيء الحين إن بنتها صارت أحسن الله يرحمها كان وايد حاتيها يا ريت تطمن عليها قبل لا يروح أي والله بالمناسبة أنت سمعتي شو صار باللي دعسه لبدر؟ فهم؟ الله يهديه ضيع نفسه فعلا عن جد الله يهديه على هالعملة على العموم بيبي بدي اياكي هلا تركزي على مستقبلك وحياتك وعلى بيبي تتذكري شو كنت قلك كنت قلك دائما انه منى وبدر هن كانوا سبب ليمهدوا لك طريق جديد بحياتك خلص انسي اللي راح صفحه وانشقت ولك انه كانوا صدقيني يا بيبي الطريق الجديد هلأ بحياتك حيكون أحسن وأنا متأكدة إنه كل شيء هلأ حلو رح يجيك أنا بحبك كتير ودي منك تكوني قوية إيه بحبك حبيبتي Thank you.
وحشني اهتمام كافي حس فيني تعال ارحم حنيني برجع اتعرف على قلبك من الاول ويرداك الفضول اللي لعب فينا نرد نشتاق نرد نحس نرد نسال نرد نكتب على القمر حيلك ترى امي وايد قاعد تسال عنك انا حاولت ارجع كثر ما اقدر هي اكيد راح تجي وتسالك احد انت سافين لها كم كلمه مو مشكله انا ادفع معها امي وابوي وايد قاعد يسالون دير بالك لا يشكون فيك شو الفايده شكوا ولا ما شكوا لي راح شو يتكلم عنه؟ أم طلال كلمت أمي وبيروحون يكلمون هالبدر عشان يتوسطون لأنهم مستعدين يدفعون دية عشان يطلع فهد من السجن وأنا شو علي فيهم؟ مشكلة ويحلونها بينهم تكفى لا تعورين رأسي ما لي خلق أسمع شيء الله الله بنتك ترى وايد فاقدتك سلام هلا شلونك حبيبتي تعبانه انت شو مساعدك فوق مو حاطين لك غرفه تحت اي مو اغراضنا الدويه لازم انا احطهم حالي اعرف يعني عندنا بدال الخدامه ثنتين وبعد تصعدين فوق احسن انا اللي جاب الاغراض وجاب كل شيء عيل امي وابوي وينهم راحوا عزبت الايران بيت ابو سالم نسيتي اي وعلي الله يصبر قلبهم يرحم مرته يا رب صار على موعدك منتي رايحة؟ لا والله مالي خلق لا لازم تروحين لأن أنت الحين بالسابع وهالأشهر مهمة للتاسع تراجعين فيها تين معاي ما بروح بروحي يا أنت يا أمي وين هي معك وهالمساير اللي بيوننا بعد شوي مالي خلق يا أختي مالي خلق يلا قومي روحي وعن الدلع لا تطوفي مواعيدك هالمواعيد والله مهمة إن شاء الله بروح حبيبتي الله يهون عليك أجل 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 بيبي قوة لولو مستغربة شايب من الحين وايد بيبي أمي تعبانة وايد نفسيتها تعبانة أظن سمعت الحكم اللي صدر على فهد خاصة إنه في شهود كاميرات المستشفى اللي صورتها ويدعم الريال. أنا مو جايك تتوسطين ولا تكلمين رفيقتك تتنازل. بس اللي معقدني فهد ايش له بالريال؟ شنو علاقته بك؟ ايش علاقته فيه؟ ليش دعم الريال؟ أنت وبدور ايش علاقتكم فيه؟ ماني فاهم. طلال تذكر لما مرة سألتك قلت لك إيش معنى اخترت شيماء من بيت كل هالبنات اللي بالدنيا كسرت قلبي وخلتني خسر أقرب إنسان لي تذكر إيش ردت عليه قلت لي في الدنيا
في أسئلة وايد صعب إنك تلاقي جواب. أي سلوى، كل شيء تمام. أي ترى طالع من الدكتور. خلاص أطمنك أنا بعدين. والله حبيبتي ترى طبيعي، طبيعي اللي قاعد يصير فيك. هو بس أول فترة، أول شهور للشهر الخامس جيت حوشك لوعة ودوخة، بعدين عادي. إي خلصت الحمد لله. برجع أقول لك باي باي باي. لا لا أنا لازم أسأل الدكتور، أنا وايد قاعد أنام. بقول له أنا إيش فيك أسأل؟ يا دكتور لولا الله ثم نمت وانا ادري شنو صار فيها. الحمد لله على سلامتها في الاول. الولاده كانت بادر شويه بس الحمد لله لحقناك في الوقت المناسب، والبيبي في الحضانه وان شاء الله يقعد شويه وان شاء الله يكون بخير باذن الله. وبعدين ما تشكرونيش انا، المفروض تشكروا اللي اتبرعت لها بالدم. فصيله دمك نادره ومش موجوده، وما عندنا صفائح دم كافيه في المستشفى. صاحبتك دي ما شاء الله عليها يعني، ونعم الصداقة، هي اللي أنقذت حياتك يعتبر. الحمد لله على سلامتك بيبي. ما في شيء دكتور، إذا تسمح أقدر أوديها أنا تشوف البيبي؟ بس من برا، مش هتقدري تدخلي عشان في الحضانة، مش هينفع، المكان معقم يعني كله. شكرا دكتور، يعطيكم العافية. يلا السلام عليكم. شكرا. شوي زين، نزلي ريولك اول. سج ايش
شابك وايد طالع عليك. انا اسفه اني ما عزيتك. كبر راسك والحوض بعيال ان شاء الله. اللي راح يتعوض بدر مات. ورفجتنا ماتت قبل لا يموت. واحد يهمني شيء. كنت بعرف اختار منه بيننا. اختارني انا ولا الموت. هذا ما اقدر اسامحك. انا اسفه على كل شيء صار، بس هم ارجع واقول لك اللي صار له بيدي ولا بيدك ولا بيد بدر. كل شيء كان بيدك، بس انتي وايد انانية، وايد غلطتي بحقي غلطة كبيرة. احاول اسامحك ما اقدر. تبي كل شي حقك، بس كنت بعرف قراره شنو، يختارك ولا يختارني. واختار الموت كل الحالات. أنا خسرانة، ما صرت أحب حياتي، وخسرت صديقة عديتها أخت. نيرس، نيرس، خليني من هني، أنا تعبانة. حتى أنا من حقي أحب، أنا مشيت ورا قلبي، قلبي اللي قادني وقيدني بنفس الوقت. وأنا إيش ذنبي؟ وأنا مو من حقي أحب بعد؟ مو من حقي أحب الريال اللي صار زوجي وبعيالي؟ أنا نتيجة قلب هداني صوب اللي هو يبي، كل ما حاولت منها ما قدرت. مو من حقي أحافظ عليه وأخاف يروح لغيري؟ يعني مو من حقي أحب وأنحب؟ من هو أقوى مني؟ بعدين شنو ذنبي إذا قلبي أحب ثنتين؟ أنا مو أنانية، أنا إنسان ومن حقي أحب وأنحب وأعيش حالي حال غيري.
يمكن جرحتك وسببت لك ألم كبير. صدقيني مو بيدي. في شيء أقوى مني جبرني على كل اللي صار. سامحيني.